صحابي خططه العسكرية تدرس إلى الآن في أعرق الجامعات، وهذا الصحابي خاض أكثر من 100 معركة وما ذاق طعم الهزيمة في معركة واحدة منهم. والعجيب إنه المعارك اللي خاضها تعتبر انتحارية، لدرجة إنه دخل في معركة وجيش مكون من 36,000 رجل فقط بمقابل 240,000، يعني جيش ضعف عدد جيشه 7 مرات. ويصنف هذا الصحابي كأعظم قائد عسكري في التاريخ. السلام عليكم، حبشكش رجع بمقطع جديد، وإذا أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أقدم قصص ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كان يعجبك هذا النوع من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. قصة اليوم من أكثر القصص اللي بتحسسك بهيبة وفخر وتخليك تفتخر بالصحابة رضوان الله عليهم، اللي كانوا سبب كبير بعد الله عز وجل لوصول هذا الدين لك بهذا الشكل وبهذا اليسر. قصة اليوم ممتعة ممتعة لأبعد الحدود يا عزيزي المتابع، فاللي عليك انت كالعادة تجهز الفشارة او اي شيء من المسليات وتستمتع بالقصة. خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، ولد هذا الصحابي رضي الله عنه سنة 30 قبل الهجرة وبالميلاد سنة 592. وولد خالد في عائلة واحد من أسياد مكة وسيد بني مخزوم، واحدة من أكبر القبائل في قريش. ومن علو شأن والد خالد رضي الله عنه كانت قريش كلها تكسو الكعبة في عام وهو وحده يكسوها في عام. وبعد ولادة خالد تم إرساله لقبيلة عربية في الصحراء عشان يتربى التربية العربية الصحيحة ويكسب لياقة بدنية تخليه إنسان حاد ورجل بما تعنيها الكلمة. وفعلا هذه التربية أنتجت لنا خالد بن الوليد اللي اسمه بس كان يرعب الفرس والروم وأكبر الإمبراطوريات وقتها. وبعد 5 سنين من نشأة البادية رجع خالد إلى مكة وعند أهله وكمل هناك الشيء اللي تربى عليه. وتخيل معايا وهو طفل بعمر 7 إلى 9 سنين كان يروض خيول وأحصنة، وبعد ما صار شاب صار فارس متكامل، لدرجة قريش كانوا يقولوا مستحيل في جيش يهزمنا وقائدنا خالد. وكان خالد رضي الله عنه قوي الجسم ومفتول العضلات، وكان طويل مرة لدرجة يقال إنه لما يركب الفرس كانت رجوله تزحف على الأرض. فلك أن تتخيل يا عزيزي المتابع هيبة هذا الشخص وكيف كان يرعب أي شخص أمامه. وكان خالد بن الوليد من الفرسان النوادر اللي يحاربوا بسيفين، وكان مستحيل في أحد يجابه ويفوز عليه وجه لوجه. وبعد نشأة خالد بن الوليد وانتشار الإسلام كانوا قريش أول المعادين للإسلام وقتها، وكانت أول غزوة جمعت المسلمين بكفار قريش هي غزوة بدر. وهذه الغزوة كان عدد المسلمين فيها 300 رجل بس مقابل 1,000 رجل من كفار قريش. والغزوة هذه ما شارك فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن أخوه الوليد بن الوليد شارك في هذه الغزوة وتم أسره عند المسلمين بعد انتصارهم في غزوة بدر اللي تعتبر من أهم الغزوات في تاريخ الإسلام. وبإذن الله بنتكلم عن بعض الغزوات المهمة في المستقبل. المهم بعد ما أسروا المسلمين الوليد بن الوليد أخو خالد، راح خالد بن الوليد وواحد من أخوانه عشان يدفعوا الفدية ويأخذوا أخوهم، وفعلا دفعوا الفدية وأخذوا أخوهم ورجعوا. ومن بعدها بدأوا قريش يجهزوا للانتقام من المسلمين بعد الهزيمة اللي صارت والخسائر اللي تعرضوا لها، فجهزوا جيش قوامه 3,000 رجل وتوجهوا للمدينة. ولما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم انه المشركين جايين للمدينة جهز جيش قوامه 1,000 رجل، لكن قبل ما تبدأ الغزوة انسحبوا 300 رجل منهم، فصار عدد المسلمين 700 رجل بس. وبعد ما وصلوا المشركين لمنطقة جبل أحد بدأت الغزوة. وقبل ما تبدأ الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى تعليمات ل50 رجل من الصحابة إنهم ما ينزلوا عن جبل الرماة إيش ما صار عشان يأمنوا لهم الحماية الجوية. وبعد ما بدأت الغزوة بدأوا المسلمين يبلون البلاء الحسن وكانوا الأقرب للانتصار. ولما شافوا الرماة المسلمين بدأوا ينتصروا نزلوا من الجبل عشان يلحقوا على الغنائم. وفي هذه اللحظة انطلق خالد بن الوليد وهو كان قائد جيش
الميمنة للمشركين، فانطلق مع الجيش اللي معاه والتفوا من حول الجبل وهجموا على المسلمين من وراء. ووقتها المسلمين هزموا لأول مرة، ومات في ذيك الغزوة 70 شهيد من المسلمين، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ومن بعدها رجع المشركين يحتفلون بالنصر اللي انتصروه، وكانوا يتفاخرون بخالد بن الوليد لأنه كان السبب الرئيسي لانتصارهم. ومرت السنوات والسنوات إلين السنة 8 من الهجرة، وفي ذي السنة تحديدا قرر خالد بن الوليد أنه يسلم، بعد ما كان يفكر لسنوات بالأصنام اللي يعبدوها وكيف إنهم على ضلال، وشاف إنه الدين الإسلامي هو الدين الحقيقي وإنه بالفعل محمد رسول الله للعالمين. فقرر إنه يتوجه للمدينة عشان يعلن إسلامه. وهو في طريقه للمدينة قابل عمرو بن العاص وعثمان بن طليح العبدري، وهم كانوا متوجهين للمدينة عشان يسلموا كمان. ووقتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مكة ألقت إلينا أفلاد كبدها، وهذا يدل على عظمة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. ومن بعد ما وصل وأعلن خالد بن الوليد إسلامه، ضجت المدينة كلها بالتكبير فرحا بإسلام خالد بن الوليد، وكل الناس بدأت تتناقل خبر إسلام خالد، إلين وصل الخبر هذا لمكة، وكفار قريش كلهم غضبوا غضب شديد وبدأوا يلوموا بعض، كيف أفلتوه من يدكم وخليتوه يروح؟ لكن هذا الغضب ما منه فائدة، لأنه خلاص خالد أصبح مسلم بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد إسلام خالد بن الوليد ب3 شهور بس، جاء الوقت المنتظر عشان يثبت خالد نفسه في أول غزوة بيغزوها مع المسلمين. وسبب الغزوة كان غدر الروم للمسلمين وقتلهم لرسول، أرسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة، وكان وقتها قتل الرسول من أشد أنواع الغدر. الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش قوامه 3000 مقاتل بقيادة زيد بن حارثة، وقال إذا قتل زيد يتسلم الراية جعفر بن أبي طالب، وإذا قتل جعفر يتسلم الراية عبد الله بن رواحة. وكان خالد بن الوليد مقاتل عادي وقتها كباقي الصحابة. وبدأوا المسلمين طريقهم واتجهوا نحو منطقة مؤتة، وهناك وجدوا جيش الروم وعرب النصارى. لكن الصدمة لما المسلمين شافوا عددهم، وعدد الروم وقتها كان لا يعد ولا يحصى بالنسبة لعدد المسلمين، وكان قرابة 100,000 مقاتل. انتم متخيلين 3,000 ضد 100,000، يعني تقريبا الرجل الواحد ضد 33 شخص. فكانت من أصعب الغزوات اللي مرت على المسلمين. والمسلمين بدأوا الغزوة وكان في راسهم إما النصر وإما الشهادة، فبدأوا الغزوة وأبلوا في الروم البلاء الحسن في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني كمان أبلوا في الروم البلاء الحسن، لدرجة الروم كانوا يقولوا من فين لهم القوة هذه عشان يقدروا يجابهون بهذا الشكل بالرغم من قلة عددهم. لكن في اليوم الثالث هجم الروم على المسلمين ككتلة واحدة، وطبعا عدد الروم كان أضعاف مضاعفة من عدد المسلمين، فهجموا هجوم قوي. وأول من قتل كان زيد بن حارثة رضي الله عنه، فتسلم القيادة على طول جعفر بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقطعوا يده اليمين فمسك الراية باليد اليسار، فقطعوا يده اليسار فضم الراية بصدره إلين رموه برمح وسقط أرضا. وقبل ما تسقط الراية حملها عبد الله بن رواحة وكبر تكبيرة قوية ثبتت المسلمين وخلتهم أقوى. لكن بعدها بشوية قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وعلى طول قبل ما تطيح الراية شال الراية واحد من الصحابة رضي الله عنه وجرى على طول عند خالد بن الوليد وقال له أنت الأولى بالقيادة يا خالد. فتسلم خالد بن الوليد القيادة وأبلى في الروم البلاء الحسن، لدرجة أنه تكسرت في يده 9 سيوف. ويقال أنه خالد بن الوليد لوحده قتل 5,000 رجل من الروم في هذيك المعركة. وفي اليوم التالي سوى خالد بن الوليد خطة تكتيكية، لأنه عارف إيش ما سوى ما يقدر ينهوا جيش أضعافهم أضعاف مضاعفة، فقرر أنه يسوي حركة تكتيكية عشان يسوي انسحاب تكتيكي بحيث أنه الروم ما يلحقوهم. فسوى حركة أنه في الليل بدل أماكن الجيش، اللي كان يمين يروح يسار، واللي كان يسار يروح يمين، واللي قدام يرجع ورا، وجماعة من المسلمين يروحون خلف الجبل ويحركون
يحركون التراب ويكبرون بصوت عالي عشان الروم يحسبون انه في مدد جاء للمسلمين. وبالفعل في اليوم الثاني سووا الحركة هذه، وشوية شوية بدأوا بالرجوع لورا، والروم حسبوا انه في مكيدة لهم فخافوا انهم يتبعوا المسلمين. وكذا المسلمين تجمعوا ورجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رجعوا استقبلوهم أهل المدينة وهم يرمون عليهم التراب ويقولوا فررتم فرارا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فروا فرارا بل كروا كرارا، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم خالد وقال وتسلم الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. وطبعا كانت هذه المعركة بمثابة فتح وليس انسحاب، لأنه مات من المسلمين 12 رجل فقط، ومات من الروم 8600 شخص. ومن هنا انطلق مسمى سيف الله المسلول على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكسب ثقة الرسول فأصبح قائد كبير من قادات المسلمين، وقاد معارك كبيرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كحروب الردة اللي ظهرت بعد وفاة الرسول وأكبرها أمام مسيلمة الكذاب. ومن أكبر المعارك اللي خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه معركة ذات السلاسل ضد الفرس، واحدة من أكبر الإمبراطوريات في ذاك الزمن. وقبل المعركة أرسل خالد بن الوليد واحدة من أفخم الرسائل اللي ممكن تسمعها في حياتك، والرسالة كانت بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى، فالحمد لله الذي فض وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، إما أن تسلموا وإما الجزية، وإلا فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. والرسالة هذه استفزت ملك الفرس هرمز، فجهز هرمز جيش ومعاهم فيلة وتواجهوا في معركة ذات السلاسل اللي انتصر فيها المسلمين وخالد بن الوليد، وكثير من المعارك اللي بإذن الله بنذكرها بالتفصيل في مقاطع جاية. انتصر فيها خالد بن الوليد بشكل أسطوري، ومنها معركة اليرموك اللي كان فيها عدد المسلمين 36,000 جندي فقط مقابل 200,000 جندي، والكثير من المعارك الانتحارية اللي خاضها خالد وانتصر فيها كلها. والعجيب انه رضي الله عنه لما مات كان يتمنى الشهادة، وكان زعلان انه ما مات شهيد، ويوم كان على فراش الموت قال والله ما في جسمي شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هنا نكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم، وأتمنى المقطع كان خفيف ولطيف على قلبك يا عزيزي المتابع، والله إني حاولت أقصر في الموضوع قد ما أقدر، وإلا لو أبغى أتكلم عن هذا الصحابي الجليل بشكل مفصل فما تكفينا لا ساعات ولا أيام، لأنه قصصه كلها جميلة وفخمة وتدخلك جو. وبإذن الله حنتكلم عن بعض غزواته وعن بعض الصحابة الآخرين في مقاطع جاية، فعشان كذا تأكد إنك مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار نزول مقطع جديد من المقاطع اللي تليق فيك يا عزيزي المتابع. وإلى هنا كان معاكم يا حياة وحبشكش، وإلى أن ألقاكم في الفيديو القادم، سلام.